لاعبين مزيان الدراري الله يعاونهم، لاعبين مرجاله مقاتلين مع الماتش. تشمتنا في بيت الاربيط حرمنا من جوج ديال البيلانتيات، واحد واضح 1000% الاخر 100%. كيبان لك اللعابه ديالنا لاعبين، لاعب اللي هو مزيان عكس المباراه الاولى كانت مسدوده، مباراه مفتوحه. كنتمنى يعني يكونوا دي شونجمون اللي غيفيدوا الفريق. الا دخل ايوب الكعبي هذا ماتش ويقدر يدير شي حاجه وسط هذا لان ماتش محلول ما مخنوقش كما الماتش الاول. كلهم لاعب واحد، لاعبين لاعب واحد. انايا بغيت الرباح للمغرب، غنكون ميشون انا واخا ريالي، يعني نطلب يا ربي رونالدو يجي شي شال رباط صليبي ولا شي حاجه. واخا ما خايفينش منه، راه كيبان لك ان ما لاعبينش عليه، انا ديفونس عليه هو، يا لاعبين ماتش عادي، لاعبين بحال لاعبين مع فريق عادي. كيبان لك المغرب هو اللي مسيطر في الاغلبيه ديال الماتشات، في ديال المحاولات. نتمنوا على الله يجيب الله التيسير.